الكل مهتم بيه وبيحظى باهتمام كبير من خلال التشاوري، وايضا تعقد جلسه اخرى الساعه الرابعه لمزيد من وضع تصور مشترك لكيفيه التعامل مع هذه القضيه الهامه لكل عربي. طبعا كل الدول العربيه اكدت ان الجولان ارض عربيه محتله وسوف تسعى للعمل على اعتبار هذا القرار قرار باطل ليس له اثر. هل تراجعت القضيه الفلسطينيه في محور الاهتمام العربي؟ لا، القضيه الفلسطينيه تظل هي القضيه المحوريه المركزيه لكل الدول العربيه تدعمها لحصول الشعب الفلسطيني الشقيق عن حقوقه المشروعه كامله، اقامه دولته وعلى حدود 67.